يعرف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية كيف يستخدم تويتر. يتابعه على حسابه أكثر من 4 ملايين شخص، يشاركهم أفكاره ويطلب آرائهم. ونشر تركي آل الشيخ تغريدة على حسابه لتويتري تفاعل معه المئات حول مشكلته مع قلة شرب المياه التي يعاني منها، طالبا الحل من متابعيه على تويتر. جاءه الرد من منصة عش بصحة التي قدمت له النصيحة مع شرح واف عن العوارض التي قد تسببها هذه المشكلة وأرفقتها بالتمني بدوام الصحة. وقبلها بأيام أعلن آل الشيخ أيضاً في تغريدة على تويتر عن متابعة حساب فريق تيم فالكونز للألعاب الإلكترونية ومزح الفريق قائلاً بجي ألعب معكم، وهو المعروف بحبه للألعاب الرياضية الإلكترونية. يأتيه رد ممازح من حساب الفريق: الله يحييك يا أبو ناصر، نتشرف بس تكفي بدون تكسير شاشات، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي كان قد انتشر سابقاً لآل الشيخ وهو يكسر شاشة التلفاز بعد خسارته أمام الرئيس السابق لنادي النصر السعودية سعود آل سويلم خلال مباراة إلكترونية خيرية في مايو أيار من عام 2020. يشار إلى أن تركي آل الشيخ هو المالك لنادي الميريا الإسباني ومعروف بحبه لكرة القدم. وعن الأندية التي يشجعها كان قد صرح سابقاً أنه هلالي في السعودية. وأهلي مصري في مصر. والميريا في إسبانيا. ومانشستر يونايتد في إنجلترا وروما في إيطاليا. وكان لفترة من الفترات رئيساً شرفياً للأهلي المصري قبل أن يستقيل من المنصب، ما جعله مؤخراً أمام حملة أكاذيب على حد تعبيره بأنه يدعم المريخ السوداني بخمس صفقات قبيل مواجهته الأهلي المصري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما نافاه الرئيس الفخري للنادي السوداني وتركي آل الشيخ على حد سواء.